ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وأنا أقول لكم إذا صدر من عالم معروف بالنص للأمة إذا صدر منه ما يوهم الحق وما يوهم الباطل فاحمله على أحسن الحملين العقيدة والعقيدة ما دام عرف بالنص للأمة وكلامه محكم مو صريح احمله على أحسن الحملين اعتبارا بحال الرسول وأنا أقول لكم بالمناسبة يوجد الآن أناس نسأل الله لنا ولهم الإجابة يتتبعون السيئات من العلماء ثم يبرزون ويسقطون عن الحسنات التي هي أضعاف هذه السيئات وهذا خطأ هذا خطأ. العقيدة بارك الله فيك تغيرها من حيث أنه قد يقع فيها الخطأ. ألم تعلم أن العلماء اختلفوا في أبدية النار هل هي أبدية هل هي مؤبدة أو غير مؤبدة من السلف والخلف وهذا عقيدة ولا غير عقيدة أسألك عقيدة وابتلعوا فيها الصراط الذي يوضع على جهنم هل هو صراط طريق كغير من الطرق أو هو أدق من الشعر وأحد من السلف في خلاف الذي يوزن يوم القيامة هل هو الأعمال أو صاحب العمل أو صحائف الأعمال لا أنا ما أحكي لكم الخلاف هل ضعف ربه أم لم يره هل تعاد الروح إلى البدن في القبر ويكون عذاب على البدن والروح أو على الروح وحدها كيف هذه مسائل عقيدة